قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دور إيران والميليشيات الموالية لها في القتال الدائر ضد تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق. أوباما أعلن عن زيادة المساعدات الإنسانية الأمريكية للعراق بقيمة 190 مليون يورو. محللون رأوا أن بغداد ستحتاج إلى المزيد من الدعم الأمريكي في المستقبل. في الوقت الحالي هناك قتال دائر مع الدولة الإسلامية التي تفرض تهديدا على أراضي وموارد وإيرادات الدولة. السؤال كيف لميليشيات في دولة مليئة بها أن تنخرط تحت مظلة قوة الأمن العراقية؟ كيف ستجعل المواطنين يعودون إلى أراضيهم للعيش مع جيرانهم الذين ذبح بعضهم بعضا؟ البيت الأبيض أكد أن العبادي لم يقدم طلبات محددة بشأن مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي. مراسل قناة يورونيوز في واشنطن ستيفان جروبا يقول إدارة أوباما استقبلت العبادي بقدر كبير من الترحاب على عكس سلفه المالكي، لكن العراق لا يزال يواجه أسئلة مهمة بشأن سير الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وكيفية التعامل مع الميليشيات الموالية لإيران وسبل التغلب على عجز بمليارات الدولارات. Stefan Grober, Euronews at the White House.